لسه العرض مستقله ب 200 جنيه، لا مش الكيلو بس، ده الكيلو ربع ب 200 جنيه، فين يا جماعة؟ على أرض الوراق جزارة أولاد أبو إسماعيل البابا، بجوار نزلة دائري الخليفة، وبجوار منزل الحاج عادل عبد النبي. هنعرف إزاي لسه العرض مستمر لحد دلوقتي، الكيلو ربع ب 200 جنيه. صباح الفل يا معلم. صباح الفل يا باشا مهندس. إحنا عملنا عرض من تقريبا أسبوع تقريبا. من 3 ايام. من 3 ايام ولسه العرض مستمر لحد دلوقتي. العرض مستمر على طول. كده ما بقاش عرض، كده بقى ده سعر المكان، الكيلو ربع ب 200 جنيه. الكيلو ربع ب 140 جنيه. كيلو السجق ب 140 جنيه. والاماريه من اي صحن تكون اي. الاماريه بايه؟ كيلو ربع ب 200. الكيلو ربع ب 200. من اي حته تعجبك كيلو ربع ب 200. يختار الزبون الحته اللي تعجبه. تعالوا مع بعض نشوف القطعيات ونشوف اللحم على الطبيعه والاختام وكل التفاصيل في جزاره ابو اسماعيل اولاد ابو اسماعيل البابا. الكيلو ربع عندهم ب 200 جنيه. ب 200. ب 200. كيلو ربع ب 200. ب 200 جنيه. كيلو ربع ب 200 جنيه. واللي صلى على النبي يكسب. عليه افضل الصلاه والسلام. ما تيجي نشوف السن كمان. واللي صلى على النبي يكسب. السن حاجه بالصلاه على النبي. عشاء السن. الكيلو ربع برضك ب 200 جنيه. كيلو ربع ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. الكيلو ربع ب 200 جنيه. يبقى كده بأكد عليكم كيلو ربع اللحمة ب 200 جنيه بجزارة اللحمة ب 200. أي حتة في العجل تعرف تقطعها. أي حتة في العجل. شرايح، نساير، مكعبات. القطعة اللي أنت عاوزها ب 200 جنيه. بعد السن ب 200 جنيه. اللي أنت تشوفه هو اللي بيروح لك. وعندنا يوجد توصيل لأي مكان. سيدة كريمة بتقول العنوان فين؟ احنا في شارع التل وراق العرب، شارع عادل عبد النبي، أول شارع عادل عبد النبي، بجوار دائري الخليفة. إن لو جاي من بره الوراق وإمبابة اركبي أي حاجة على دائري تنزلك نزلة الخليفة. والكيلو وربع ب 200 جنيه. طبق الكبدة ده 120 جنيه. طبق الكبده ب 120. وزنه قد ايه؟ نص كيلو. ب 120. ب 120. طبق الكبده ده ب 120 جنيه. وكيلو وربع اللحمه ب 200 جنيه. عاوز كلاطه شغال، عاوز سن شغال، عاوز اماريه شغال. اي اللي بيستفسر عن اي شيء، العنوان، الاسعار، هنرد على كل استفساراته. في جاموسي، في بقري، عمرية يا باشا. والكيلو ربع، كيلو ربع ب 200. بص المال الحلال، بص على اللحمة دي الإمارية، اتفرج على شكل اللحمة. كيلو ربع ب 200 جنيه. كيلو ربع ب 200 جنيه. رقم التليفون وكل التفاصيل مكتوبه في شرح الفيديو فوق. 10 كيلو. رقم التليفون وكل التفاصيل مكتوبه في شرح الفيديو فوق. حواوشي نص كيلو، نص كيلو كفته حاتي ال 10 كيلو. واللي عاوز الرقم دلوقتي، لا دي انت كده حرقت المفاجاه يا حاج اسماعيل. بقول لكم ايه، النهارده ال 10 كيلو عليهم نص كيلو هديه. الكيلو ربع ب 200 وال 10 كيلو عليهم نص كيلو هديه. نص كيلو ايه بقى؟ مصنعات، مفروم او سجق، اللي انت عاوزه من اختيارك. نص كيلو هديه. والكيلو ربع بايه؟ ب 200 يا باشا. ب 200 جنيه. والعرض مستمر. والعرض مستمر معانا في جزاره اولاد ابو اسماعيل البابا، شارع التل وراق العرب، شارع الحاج عادل عبد النبي. رقم التليفون مكتوب في شرح الفيديو. طب بالراحه كده، اللي بيطلب رقم التليفون يا جماعه
ادي الفيديو شغال اللايف اهو، وادي البيانات مكتوبه فوقيها اهي. يا جدعان انا ليه مش عارف، انا بستغرب من اللي بيحصل ده. يعني ادي مكتوبه اهو التفاصيل كلها، الكيلو ربع ب 200، مكتوب اسم الجزار، مكتوب التاريخ 7/8، مكتوب شارع عادل عبد النبي من شارع التر والرأي العرب، مكتوب رقم التليفون ويوجد توصيل. متهيألي مفيش تفاصيل تاني يعني حد محتاجها متهيألي. لو محتاج اللحمة مستوية. أنا بستغرب اللي بيكتب يبقى مش شايف الداتا دي، مش باينة قدامه يعني تقريبا. بنأكد تاني، الكيلو وربع ب 200، أي قطعة في العجل، أي حتة في العجل، أي قطعة في العجل، الكيلو وربع ب 200 جنيه، كلاطة، إمرية، فخدة، لوحة، وش الفخدة، السمانة، أي حتة أنت عاوزها وأنت عاوز تتعافى في العجل بكام؟ ب 200. وصلوا على النبي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.